يبحث الناس عن السعاده اما السعاده فتبحث عمن يستحقها وانتم بالفعل تستحقون كل السعاده يسعد مساكم جميعا مشاهدينا الكرام في كل مكان حلقه جديده من يسعد مساكم ويسعد مساك يا أمان يسعد مساك يا محمد يسعد مساكم جميعا مشاهدينا الكرام بالفعل ازرع السعاده في وجهه تحصد السعاده في قلوب الناس علشان كده بنكون سعده جدا واحنا معاكم في يسعد مساكم النهارده فقرات مهمه ومختلفه يا رب تعجبكم إن شاء الله هنكون معاكم كالعادة وفقرة الأخبار وبعدها نستقبل الشيخ أحمد صبري من علماء وزارة الأواف وهنتكلم عن الزوج البخيل سواء في المشاعر أو الماديات وهيكون معانا ايضا في الفقره الثانيه الفنان الكوميدي عمرو يسري هنتكلم معاه عن دور الفن في رسم السعاده والابتسامه على وشوش الناس وهيكون ضيفنا في الفقرة التالتة الكابتن عبد الحميد حسن ميدو نجم مصر والنادي الأهلي السابق وهتكون فقرة بإذن الله ممتعة نتكلم عن الرياضة بوجه عام واستعدادات مصر لأمم أفريقيا إن شاء الله هتكون الصيف معانا في 2019 وبعد الفاصل مع أولى فقراتنا النهاردة ومجموعة من الأخبار استنونا خبر معانا من وزارة الأوقاف المصرية حيث أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 19 مدرسة قرآنية جديدة ليصل إجمالي المدارس القرآنية بمصر 882 مدرسة ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة القرآن الكريم وتيسير حفظه لمن يريد بالمجان ومعنا خبر يا إيمان من مصر إلى الإمارات العربية المتحدة وتحديدا من الشارقة والتي تنشئ معجم تاريخي يؤرخ للغة العربية والحضارة العربية ويمتد إلى 17 قرن ويمثل ذاكرة الأمة العربية وتاريخها والخبر الثالث يا محمد بيقول أن شاب ألماني يلقي سناراته فيصطاد قنبلة فقد ذكرت الشرطة الألمانية أن مواطنا يبلغ من العمر 27 عام سحب قذيفة يدوية فرنسية تعود للحرب العالمية الثانية بينما كان يصطاد في بلدة إمدن شمال ألمانيا ربنا يستر علينا جميعا خلينا نروح لجنوب أفريقيا حيث اكتشاف أكبر ماسة في العالم منذ قرن استزن الماس المكتشفة 425 قيراطا ولونها أبيض وتم اكتشافها في منجم كولينان الشهير في جنوب أفريقيا وقد توقعت الشركة أن تتخطى قيمتها حاجز 25 مليون دولار وهنختم اخبارنا باكتشاف جديد توصل اليه العلماء في الولايات المتحده الامريكيه والمتمثل في العثور على مقبره للديناصورات المقبره التي تم العثور عليها تشكلت نتيجه تاثير الكويكب الذي ضرب الارض قبل 66 مليون سنه وقضى على الثدييات وتسبب في هذا الانقراض وبكده ايمان تكون خلصت اخبارنا وهنروح لتقرير وبعد التقرير ان شاء الله هنروح للشيخ احمد صبري ونتكلم عن الزوج البخيل سواء في المشاعر او الماديات خليكم معنا او المراه بطبيعتها وفطرتها بتكره البخل والشح وتحب الراجل الكريم اللي ما بيبخلش عليها لا بحبه ولا بمشاعره ولا برعايته ولا بفلوسه ولا بانه يكون سند ليها ولا بالكلمه الطيبه لكن للاسف كتير من الستات بتعاني من مراره البخل مرارة بخل أزواجهم بس يا ترى إيه اللي تقدر تعمله الست لو اكتشفت إن زوجها بخيل وازاي تقدر تتعامل معاه وهل تقدر تكون سبب في تغييره للاحسن كل ده علشان نتكلم فيه كان لازم يكون معانا ومنورنا في يسعد مساكم الشيخ احمد صبري من علماء وزاره الاوقاف اهلا بحضرتك منورنا يا شيخ احمد اهلا وسهلا مرحبا يسعد مساك شيخ احمد وانا سعيد جدا انك النهارده طيب معانا في برنامج يسعد مساكم عشره عمر طويله بينا وقلنا نختار اول فقره كده مع حضرتك دايما في ملف <applause> الزوج والزوجه تعرف دايما المشاكل اللي بتحصل بين الزوج والزوجه وخصوصا للاسف ان في احصائيه بتقول ان تقريبا كل ثلاث دقائق في حاله طلاق قدام المحاكم وفي محاكم الاسره حاجات كتير صعبه جدا لكن خلينا نقول من الاسباب دي احيانا موضوع البخل وخصوصا ان الراجل لما يكون بخيل خلينا نركز فيه يا شيخ احمد في المشاعر قبل الماديات لانه دايما اللي بخيل في المشاعر اكيد هيكون بخيل في كل شيء خلينا نتكلم الاول يعني ايه كلمه بخيل خلينا نبدا بسم الله بسم الله خير الاسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير الحقيقه انه البخل هو ان يمنع الانسان ما بيديه والحاجه دي سهل جدا ان هو يبذلها لانه جمع المال او خليني اقول بتعبير ادق السعاده مش في كنز المال السعاده في انك تبذل المال او تبذل اللي ربنا لك للناس اللي حواليك آه خلينا نقول في الأول أنه آه ننصح أي بنت مقبلة على الزواج اوعي تتجوزي من راجل بخيل لك انا اعرف بس اه ده مش بيبان يا بيبين. شيخ احمد يعني انا اعرف بيبين. ناس اتخطبوا لمده اربع سنين وما عرفوش طبع خطيبهم بيبان لما يبقى مسؤول عنها هو اللي مسؤول عن نفقتها بتبدا تبان بقى ده في الفلوس وفي المشاعر برضو بيبان والله في الخطبه بيبان بيبان عليه وخصوصا بيبان. لو كان أربع سنين يعني أكيد ده 100% <applause> أنا شفت الكلام ده بعيد يعني تجربة عملية هي. يعني الخروجات حاجات كتير صحيح هيبان فيها خلي بالك إنه البخل سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى جعل البخل ضد الإيمان م. وخلى الإيمان ما يجتمعش مع البخل في قلب واحد مؤمن م. م. يعني لو واحد مؤمن ما يبقاش بخيل أبدا م. لأنه إحنا اتعلمنا في الإسلام إنه العطاء بكل بقى معانيه عطاء مشاعر عطاء مال كل كل أنواع العطاء م. تعلمنا ان العطاء فيه النجاه. مم. وده هيخليني اروح بيكو لكتب النوادر وازاي كانوا بيتكلموا عن الشخصيه اللي موجوده في عقل الكتاب وهي شخصيه جحا. جميل. بيعدي في مره من قدام البلد بتاعته فلقى الناس مجتمعه على شط البحر ولقى واحد بيغرق مم. واهل البلد كلهم بينادوا عليه. هات ايدك هتغرق هتموت هات ايدك وهو مستحيل يديهم ايده ابدا رافض ان يمد ايده رافض يمد ايده مم. فدخل جحا سال هو اللي بيغرق ورافض يمد ايده رافض يمد وهو بيغرق بيموت مم. والناس كلهم بينادوا عليه هات ايدك هات ايدك وده رافض ابدا فدخل جحا بهدوء تام قال لهم ايه ده قالوا زي ما انت شايف الراجل بيغرق وبيموت وبينادي عليه هات ايدك ومش راضي مم. قال انتوا كلكم مش فاهمين حاجه وسع انت وهو أيوة. ودخل جحا وقف قدام الشط وبص في الراجل وقال له خد ايدي خد ايدي خد ايدي مم. فاخد ايده وخرجه جحا للشط بدل آه. ما كان هيغرق ففي نوعيات من البشر حتى لو في عطائهم نجاتهم ما يعملوش سبحان الله طب افهم من القصه دي يا شيخ احمد ان احنا لو عملناهم بطريقه معينه زي ما عملهم جحا هنقدر ده. نغير من سلوكهم أيوة عشان كده بنقول للست اللي زوجها بخيل اوعي تقولي له باستمرار انت بخيل تمام مم. لو قالت له انت بخيل بتكبر بينها وبينه العند المشاكل وبتخليه يعاند أكتر ويصر على موقفه وطالما أن أنا ختم البخل اتختمت بيه خلاص يبقى مستحيل هغير وجهة نظري صحيح وهغير تعالي طيب ما في بعض الأزواج يا شيخ أحمد ممكن يقول أنا راجل مش بخيل أنا في النهاية معلش ما هموت في النهاية هو كل المال ده لمين ما هو في النهاية الأولادي وأنا عايز أأمن مستقبل, مستقبل أولادي صحيح في فارق بين البخل أيوة والحرص والحرص م. أه م. فيه ممكن حد بيسمعنا ما قالش في مرة من المرات لزوجته أنا بحبك حتى بخلان عليها برسالة مش هتكلفه حاجة مع إنك لو ابتسمت في وجه زوجتك الابتسامة مش هتكلفك عضلات كتير تشتغل في وشك في حينك لو كشرت وبوزت ده هيحمل جهازك العصبي أن يشغل عضلات اكتر في انك تبقى مقفهر الوجه او مكشر مم. او مبوز او متضايق وسبحان الله اللي جعل تبسمك في وجه اخيك صدقه صدقه, صدقة. سبحان اللي جعل الكلمه الطيبه صدقه, صدقة. فسيدنا النبي عليه الصلاه عليه والسلام. والسلام ما كانش يحرج ابدا انا ممكن انكسف حضرتك انكسف مم. إيمان ممكن تستحي ان هي تصرح ان هي بتحب زوجها طبعًا. او ان زوجها بيصرح ان م. بيحبها لكن سيدنا النبي ما ينكسفش ابدا م. ولما سئل انت بتحب مين قال عائشه سبحان الله تصريحا طبعًا. حتى لما قالوا له ما نقصدش من زوجاتك م. احنا نقصد من الرجال قال ابوها يعني برضه جايبها في الكلام م. جميل ال 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 النفقه على الاهل وال 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 وتخيل م. النبي عليه الصلاه والسلام عشان يعلم الرجال ان ما تبقاش بخيل م. وانه مهما كنت بخيل ده مش هيكتر مالك ومش هيزود مالك مم. لان كمان شويه انت حضرتك هتيجي المحطه هتنزل هتودع هتسيب كل حاجه ومش هيكون الا الكلمه الطيبه والذكرى الطيبه اللي مم. بينك وبين اهل بيتك فسيدنا النبي عليه الصلاه عليه والسلام السلام. بيعلمنا أنه صدق صدقتان او درهمان ينفقهما العبد اعظمهما اجرا الذي ينفقه على اهله لو انت بالبلدي كده معاك 10 جنيه في جيبك أيوة. وفيه مسجد بيتبني وفيه زوجتك محتاجه حاجه بال10 جنيه لو انت انفقت على زوجتك ال10 جنيه عند ربنا اعظم في الثواب وفي الاجر من اللي انت بتحطها فيه سبيل جميل. اي حاجه طيبه. طب ساعات يا شيخ احمد للاسف في ست تقارن جوزها بأجواز اصحابها بقى والكلام ده، فتقول اشمعنى ده مثلا بينفق عليها وبيجيب لها ورد وبيجيب لها هدايا وانا جوزي ما بيجيبليش، هل المقارنه دي اصلا تطلع منها ازاي؟ عشان انا شايفه ان دي شيء مش صح، كل واحد وليه امكانياته، كل واحد حتى وليه طريقته في التعبير. عشان أكون صريح هي مبدأ القياس بالمقارنة غلط، مم. يعني ما تقارنيش بغيري. تمام. كل واحد فينا عنده مميزات وعنده عيوب. اللي ظاهر لي من هذا الشخص أن هو بيحب وبيغدق وبينفق ممكن في حاجات تانية مش ظاهرة لي فعلشان أنجح ما أعملش مقارنة بيني وبين حد تاني. تمام. اللي ينفع لأحمد ما ينفعش لمحمد، اللي ينفع لمحمد ما ينفعش كل الحد. واحد له فكل واحد له طبيعة وله وضعه مم. في بيته وحياته لكن عشان تنجحي في بيتك ما تعمليش مقارنه خالص لا بينك ولا بين حد من صديقاتك ولا بين زوجك وبين ازواج صديقاتك الاخريات علشان تنجحي لأ انت ممكن تقولي له بصنعه لطافه بلغه ما باله اقوام ايه فضل الانفاق لما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول السلام. ان حق الزوجه ان تطعمها مما طعمت مم. وان تنف تكسوها مما اكتسيت مم. يعني هي بتاكل من نفس اللي انا باكل منه صحيح هي بتلبس من نفس مم. اللي انا بلبس منه مم. لكن ما اعملش مقارنه احاول من خلال الكلام معاه ان انا ابين له انه انا ببقى مبسوطه جدا بالحاجه اللي انت بتشتريها ليا والأولادي طيب كمان حاجه صغيره أيوة. قوي لما تيجي تتعاملي مع الزوج البخيل حاولي انك أنت تبيني له كم الفرح والسعادة لما أنت بتدي لأولادك وللناس اللي حواليك أعلمه العطاء عشان أعلمه العطاء جميلة شيخ أحمد طيب يعني في بعض الرجالة كريم جدا جدا بره البيت لكن جوه البيت بخيل سواء في المشاعر أو الماديات حياتي. يعني ممكن كلمة بحبك دي ولا لحد <applause> تتقال بره وما تتقالش جوه البيت يعني إيه وبعض الزملاء المحترمين بدون ذكر اسمه يعني معانا هنا في الكنترول قبل ال... هو بندردش مع بعض وبنقول له يا راك في الجواز قال والله الجواز حلو وخصوصا اذا كان في كرم والكرم ده ان الزوجه تسمح للزوج انه يتجوز واحده واحده واثنين وثلاثه هو وتلاتة. ده الكرم لا هو الكرم غلط خالص يا شيخ احمد هو احنا عايزين نقول ان هو ينجح بزوجه لو نجح بيها ونجح باولاده هنوصل لمرحله الاستقرار في الحياه تمام أه وبعدين احنا بنتكلم في العطاء ايوه طب ما تيجي بقى نخليها عطاء بعطاء ما تخليها و... و... يعني بتقدم العطاء وبتسمع الكلام وبتنفذ وزي ما بقول زماننا كده خلاص تسمح لك انك تتجوز واحده واثنين وثلاثه <تصفيق> <تصفيق> طب ما ب... هو إن... ب... ما ب... عنده ب... عطاء ما ي... ينفذه الاول آه. مع الاولى ما طيب ما تنجح يعني... معاها تمام صحيح <applause> بالك <بقى تصفيق> وبعدين <تصفيق> انت انت متوصي بالستات قوي اه صح متوصي انا بالرجاله في الفقره بقى في الاخر المحترم السؤال ده يهمني فلازم تساله <تص يعني انت قول له الشيخ كان كل يوم بيجي هو انا بحب انكت مع محمد بصراحه ايوه اتفضل كل ما يجي يشرح في الدرس ويقول للناس في المسجد كل واحد عنده زوجه يبوس على إيديه. تمام بوست النهارده <applause> بوست على ده النهارده كل يوم <applause> لازم. <applause> ما يعرفش يخرج ما يعرفش يخرج فكل يوم يقول لهم اللي عنده زوج يبوس على ايديها في يوم واحد من الشباب مش متجوز فوقف قال له مولانا كل يوم بتعلمنا نبوس على ايد طب واللي ما عندوش تمام قال له يبوس ايديه الاثنين صحيح <تكلم> <تكلم> لا بس يعني اللي طرحه محمد ده برضو شيء مهم يعني هم بعض الرجال فاكرين ان الكرم بقى من الزوجه لو احنا هنعكسها ان هي تسيبه بقى براحته يتجوز واحده واثنين وثلاثه انا عايز اقول يعني يعني ادينا راي حضرتك في الكلام ده أنا عايز انجح من ده نوع من انواع الكرم يعني؟ خالص ده مش كرم ده ملوش علاقه اعتقد أه. احنا احنا الـ الـ الاصل احنا عندنا في مساله التعدد في الاسلام الاصل الافراد <applause> لا يلجأ للتعدد الا في الظروف اللي حالات معينة وقال احنا مم. ممكن نخش فيها بشرط ان انا ما اضيعش حق البيت الاول والاولاد من الزوجه الاولى مم. فعلشان كده انا عايز اقول انه لو انت عندك المبرر بتاعك ما يكونش مبرر هوى لانه هتظلم الاولى وهتظلم الثانيه صحيح فحته ان يكون عندها كرم طب ما تخليك انت عندك كرم وتنازل انت بالزبط. مش معنى هي تتنازل لو كده يا شيخ أحمد. لا طيب. لا هنعتبرها رساله نطلع بيها من السؤال ده يا محمد طيب. خلاص خلينا بقى شيخ احمد نروح يعني احنا كنا بنتكلم على البخيل والراجل الحريص احيانا في رجاله بينه وبينك يجيبوا لك الضغط كده تبقى قاعد لو في مجموعه ازواج قاعدين حواليك تلاقي حد بيعامل مراته بزياده وده شيء كويس انا مش معترض عليه لكن احيانا التدليل والدلع زيادة على تلاقي احيانا الراجل او الست ممكن تعاني في حياتها احيانا ممكن جوزها يكون زي ما بيقولوا كده بال... بالبلدي قايد لها صواب ولا عشرة شمع ورغم ذلك مش عاجب فانت كزوج بصص لنموذج قدامك وايه اللي بيحصل متضايق وزعلان من النتيجه اللي موجوده نتيجه التدليل والدلع الزياده على الزوج ايه رايك المهم هو ده من الاخطاء مم. انه انه لا الزوج ولا الزوجه يقول للتاني حاجه مش موجوده فيه مم. لو الزوجه قالت للزوج حاجه مش موجوده فيه هي بتعلمه انه ينحرف هي بتعلمه انه يمشي بره الطريق المستقيم اتعلم بتعلمه ان دايما حتى مش مش مجامله مشاعر أه. شيخ احمد معلش هوضح لي النقطه دي لان انا قبل كده سمعت ان انا لو قلت حتى بالكذب لجوزي حاجه مش فيه باخد فيها ثواب يعني يعني مثلا لو واحد بكرش يعني. قلت له مثلا أه قد ايه انا بحب شكلك آه. انا المفروض ان انا كده باخد ثواب دي دي حاجه ودي حاجه ما ينفعش اقول له مثلا هو مش كريم خالص فما ينفعش اقول له انت اكرم واحد في الدنيا. انت ابو الكرم كله. ده مش مش كده المساله اللي الاسلام اباح فيها ايه؟ هي ممكن تبقى متضايقه منه مم. تقول له انا عيني مش شا... انت اجمل واحد في الدنيا، انت اوسم واحد في الدنيا. وده مش حقيقي. وده مش حقيقي. هي ممكن ما تبقاش اجمل واحده في الدنيا فيقول لها انت اكلك وشكلك انت اجمل واحده، انت اكلك احلى اكل في الدنيا وهي مش كده. جميل مم. هو ده اللي الاسلام رخص فيه، مم. لكن ما ينفعش اقول له هو هو مش شجاع. <applause> فمينفعش أروح أقول له أنت ده أنت أشجع واحد في الدنيا <applause> كده هي بتكذب عليه وبتعلمه إن هو دايماً محتاج يسمع الحاجات دي وهيمشي على الوتره دي والنغمه دي وبعدين خلاص <applause> ما دام انا اكرم واحد في الدنيا مش هزود خلاص انا ما دام اكرم واحد خلاص في الدنيا خلاص انا اكرم واحد في الدنيا مم. خلاص او انا اشجع واحد في الدنيا جميل. خلاص هو ده اللي عندي بس احيانا بتكون الزوجه مبذره <applause> فبيبقى الزوج لازم يفضل يلم وراها وهي بتعتبر ان ده بخل لان هي عندها اصلا افراط في المصاريف بتفضل تصرف على الفاضي وعلى المليان زي ما بيقولوا فهو بيفضل يبين لها ان لأ, لا 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 فبتعتبر ان ده بخل نحل الموضوع ده ازاي؟ إنت, انت شايف عموما الشيخ احمد كمان تكمله لسؤال ايمان ان الزوجه معظم او الستات بمعنى اصح النسبه الكبيره منهم دايما عكس الرجاله بيكونوا مبذرين شويه او بيحبوا عمليه شوبنج والتسويق ودايما عايزه وعايزه؟ بص هي عدوى بتنتشر بين الطرفين ممكن مم. تلاقي راجل ما عندوش رابط للنفقه مم. ممكن تلاقي ست بس هو الحته دي فيها ظلم للست ليه بقى؟ لانه وزير الماليه في البيت مش الراجل الست هي, هي مسؤولة عن كل م. حاجة م. فهي دايما اللي بتشتري الطلبات هي اللي بتعمل الطبيخ هي اللي بتشوف اللبس هي اللي عينيها على كل كبيرة وصغيرة م. في البيت فبنقول انه الاسراف مجاوزة الحد لانه مش معنى الاسراف ان انا اشتري اكل ب 100 جنيه أيوة. وممكن اشتري اكل ب جنيه ويكون البيت محتاج الاكل ب 100 جنيه او ب 200 جنيه او ب جنيه او او او, أو ايا كان الرقم لكن ان انا احط جنيه واحد في غير مكانه هو ده م. الاسراف تمام فعلشان كده بنقول احنا الاثنين بنعلم بعض علشان خاطر بيتنا يمشي مستقر لازم احنا يكون في سياسه انفاقيه احنا متفقين عليها. خلينا في السياسه اللي هي الداخليه بين الزوج والزوجه. اه انا واحد من الناس مثلا على سبيل المثال اه ممكن لو انا قدمت مثلا لزوجتي حاجه مره واتنين وتلاته ولقيت على سبيل المثال ان الحاجه دي مش عاجباها او بتطلع بره حد من حواليا مثلا او من قرايبها عرف الموضوع ممكن اتضايق جدا. وممكن انا كراجل واعتقد ناس كتير بنفس الصفات دي ممكن يعند بعد كده تمام موضوع انك النهارده حتى لو انا زوج نوعا ما شحيح او بخيل كيفيه العلاج بعض الزوجات النهارده ممكن تلاقي كل اهلها وكل زمايلها وكل اللي حواليها والله ده انا جوزي بخيل والله ده انا جوزي ما بيجيبليش ودايما شايفه الجانب المظلم من جوزها يعني رايك يا بنقول انه الزوج بالطريقه دي مش هناخد منه خير ابدا صحيح هي بدات او اول حاجه خالص انه بيتنا سر م. حلو مش حلو بيتنا ما ينفعش حاجه تخرج منه ما ينفعش لا جار ولا بس قريب ولا غريب بس ساعات بتتباهى بالهدايا اللي جوزها بيجيبها كرسة. لها يعني كارثه ده غلط كارثه طبعا هراعي مشاعر الناس اللي حواليا هراعي ان كل ذي نعمه محسود م. انت فرحتك مش انك تتباهي م. هو جيبلك حاجه تلبسيها اه على سبيل ان انا افرح بيها مش على سبيل ان انا اتباهي م. بيها م. علشان ممكن الايام دول النهارده انا معايا بكره معيش. النهارده انا قدرت اجيب بكره ممكن ما اقدرش اجيب مم. لو دخلنا في الملعب ده يبقى حضرتك هتتباهي انا هتباهي هتباهي زوجتي هتتباهى زوجة محمد هتتباهى هندخل في صراع مم. احنا خسرانين فيه مشاعر ايوه لازم لازم نخلي بالنا انه المساله دي هو جايب لي حاجه انا بفرح بيها مم. البسها اه بس لا اتباهى بها بين الناس علشان حفاظا على سريه البيت ده وحفاظا على مقام وقدر الزوج في رجل بيبقى في بيته كريم جدا على اولاده وعلى مراته بس مش بيشوف نفسه يعني اي فلوس معاه بيبدا ان هو يشتري لاولاده اللي هم عايزينه ومراته حتى لو معاه زياده يخليه برضه لاولاده ومراته ده مطلوب منه التضحيه بالشكل ده هو الحقيقه هو الطبيعي ده يعني فطره ربنا ان جعل الزواج والاستقرار في البيت ان الراجل اه بيؤثر اهل بيته لانه ده افضل صدقه هو بيعملها ففي رجاله فعلا ما يلبسش وما يشتريش لنفسه ويجيب لاولاده م. ولما يشوف اولاده مستمتعين بالحياه وباللبس وبالحاجات وبال... دي كلها وبيبقى مبسوط ومرتاح بس في نفس الوقت... بيقدر بي... بيقدر بيبقى معاه فلوس يجيب لنفسه كمان وهو بيستخسرها في نفسه هو شايف ان دي تضحيه لا في نفس الوقت بنقول له ولا تنسى نصيبك من الدنيا م. لكن انت نموذج كويس جدا لكن ما تجيش على نفسك ما تظلمش نفسك لكن م. غالبيه النماذج بتبقى عكس كده عايز اكمل السؤال ده يا شيخ احمد عايز اعرف الست بقى اللي بتتفانى وتضحي مطلوب منها ده هل هيجي مثلا اولادها لما يكبروا يقولها لها انت ضحيتي بنفسك وحياتك وما شفتيش نفسك ما كنتيش بتخرجي ما كانش في وقت لنفسك ما كنتيش بتجيبي لبس لنفسك حرم مطلوب نفسك حرمه يعني. نفسك عشان اولادك ودنيتك ضاعت اتفاجئت ان هي عندها 50 60 سنه وحياتها ضاعت على اولادها مطلوب منها ده هو برضو الفطره الكبير ده برضه الفطره بتقول هي على قدر عطائها وتفانيها هيكون ثوابها الفطره بتقول وربنا سبحانه وتعالى جعل ده موجود فينا انه وصاني انا بوالدي ووالدتي تمام واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ليه لانه هي بتدي انا مش بشعر بده ومش هنشعر بده واحنا لسه صغيرين هنشعر بده لما ندخل نفس الدايره ونبقى زيهم فالام كلما تفانت في هذا ثوابها عند ربها سبحانه وتعالى افكرك بحاجه صغيره قوي فاكرة حضرتك الست البغي من بغايا بني اسرائيل اللي سقت الكلب مم. ودخلت الجنة ودخلت الجنة مم. ربنا يعزك يا رب وربنا يبارك فيك يا محمد دي سقت كلب فكيف بالام اللي حملت واطعمت وربت وتفانت ومهما نكلم ولادنا اللي مش متجوزين الشباب والبنات مش هيحسوا حاجة. المعنى ده الا لما يتجوزوا صحيح. ويخلفوا ويبقى مم. انا ممكن ما اتعشاش مقابل ان هو يتعشى دي حقيقة ما مقابل حقيقة. وكذلك الام فهي دي الفطرة اللي ربنا جعلها في قلوب الآباء والأمهات فوصاني أنا بأبي وأمي علشان إحنا حتة منهم طبعا طبعا فهم حاسين بينا نعم. إحنا مش حاسين بيهم طيب جميلة يا شيخ أحمد خليني يعني دايما إيه أنا بحب دايما أضرب يعني النماذج اللي موجودة في المجتمع اللي إحنا عايشين فيه تمام بعيدا عن الكلام اللي بيكون منمق معظم الرجالة تمام وخصوصا الجيل الجديد الشباب تلاقيه بره البيت مزاجه زي ما بقول عنب بيضحك مع أصحابه مزاجه رايق بيهرج وبيضحك وكريم وكل حاجة لما بيرجع البيت اللي كان بره من خمس دقايق وصوته طالع بره ايا كان القعدة اللي قاعدينها لما دخل البيت بقى سايلنت ومكشر وكأنه شاف حاجة غلط وخصوصا ان قبل ما نبدأ النهاردة سالت زمايلنا في الكنترول يا جماعه مين اللي متجوز فبصراحه اللي متجوزين لقيتهم بيرفعوا ايديهم كده على استحياء وكان الموضوع يعني خلاص بقى شيء روتيني وبقى الموضوع تقليدي ودايما ان الحياه والانبساط بيكون خارج البيت بس ايه مش شواذ يا محمد دول مش القاعده لا لا بصي ما فيش حاجه اسمها شواذ لان انت لما تشوف الاحصائيات وعدد الناس برضو. اللي موجودين قدام المحاكم بيطلقوا دول بيطلقوا خلاص لكن ما هو مش طبيعي جاي من ان الراجل يخش بيته لو هو ما مشاكل من عوامل ويبقى مكشر بص ليه النهارده الراجل بيلاقي انبساطه حتى لو مع اصدقائه خلص. بعيدا عن اي شيء ولما بيدخل جوه يلاقي احيانا بالزبط. في بعض البيوت انبساط وهمي بص اقول لك على حاجه الشباب لما رفعوا احنا كنا يعني واخدين الموضوع فكاهه تمام الشباب دول كلهم بيشتغلوا اساله قول له انت اخر الشهر الراتب ده بيروح فين؟ هيقول لك من غير كلام بيتي زوجتي واولادي لكن اللي حصل الموقف ده لا ينم عن أنه هو مش سعيد في بيته تمام ولذلك اللي حصل ده كان على سبيل الفكاهه أنا معك وعلى سبيل ال ال المز ال المزاح أنا معك. لكن الحقيقه انه احنا يعني من 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 عدم شرح يعني ايه زوجه تمام يعني ايه بيت انا يمكن يعني كان استقرار. سؤالي ان حضرتك توجه للزوجات ما عارف ازاي تجيبي رجل من رجل جوزك صح داخل البيت ودايما دايما تحافظي عليه ونكمل و... الرساله بان الزوج ما يخشش مكشر برضه ويلطف الدنيا كده والدنيا حت خل... تعدي يعني حاول تدخل <applause> احنا قلنا قبل كده ان الشيطان بيعمل حاجه صعبه جدا تمام. والهدف الاساسي انما يريد الشيطان ان يوقع بين بينكم العداوه والبغضاء فأول اول الزوجه انا بقول الكلام ده للزوجه م. بقى م. اول ما بدخل بيتي الشيطان بياخد عيني على أسوأ حاجه غلط في البيت صح وبياخد جميل. انفي على أسوأ رائحه موجوده ده. في البيت م. فلو انا دخلت حتى لو انا مكشر اوعي تكشري في وشي م. صحيح حتى تكون في سعاده دلوقتي معاك الشيخ احمد والله محتاج سلسله حلقات عزيزي. ان شاء الله وباذن الله م. يعني متعوضه ان شاء الله اخرى شيخ احمد صبري نورتنا في سعد مساكم وان شاء الله يكون لينا لقاءات عديده ومتجدده نجاوب فيها على كل الاسئله اللي محيرانا منورنا الله ينور قلبك شكرا جزيلا مرة أخرى شيخ أحمد ودايما زي ما بيقولوا الوقت الحلو بيمر بسرعة والقعدة أعتقد يعني عدت بسرعة معك شكرا جزيلا شكراً. ويسعد مساكم مشاهدينا ودايما زي ما بيقولوا ان الست المصرية ست بمئة راجل وبتعرف بالفعل يعني تعمل من الفسيخ شربات عشان كده معانا تقرير عبارة عن بيتزا بلدينا يعني ايه بيتزا بلدينا اكيد هنعرف من التقرير اللي عدته الزميلة دينا عامر ونرجع تاني بإذن الله في يسعد مساكم ولوحات وروايات جسدت عبقريه المراه الريفيه المصريه هنا في الريف المصري واحده من اجمل اللوحات الربانيه الطبيعيه التي تحتل فيها المراه المصريه نصيب الاسد فهنا المراه كل المجتمع وليست نصفه فمن البساطه الى الابداع بدات رحله ام عبد الله مع قصه جديده من قصص النجاح دعونا نتابع ام عبد الله تلك السيدة الريفية المصرية التي تعكس لنا شخصيتها طبيعة المكان وروعته، فعقلها خصب كالأرض الزراعية مليء بالأفكار المثمرة، قوية كباقي المصريات طموحة معافرة. فكرنا الفكرة بتاع بلاديني دي والشغل بتاعي فأول حاجة قلنا إيه؟ نعمل مكرونة بعد كده لما رحنا سواق في برة في وسط البلد في ناس قالوا ما تعملوا إيفنتات إيفنتات وتعملوها بيتزا بيتزا إيطالي على بلدي يعني هي فكرة إيطالي بس التنفيذ والخامات كلها مصري تعرفت على ست واحدة إيطالية في 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 التابع برضو نوايا هي كان جاية زيارة النوايا وبعد كده تعرفت عليها هي اللي عملت الحاجات دي يعني شجعتني ده قالت لي انت شكلك شاطره قوي ودماغك كويسه قلت عشان انا قلت لها الفكر قلت لها اعمل الفطير بالبلح اعمل الحاجات ببلح كتير بالسمسميه بالبلح الحاجات دي لكل شخص الحق في حريه اختيار مجاله ومن المهم أن يختار المجال الذي يرى فيه قدراته وهذا ما قامت به أم عبد الله إحنا بدأنا المشروع بتاع المطبخ بتاعنا كنا كام كنا ثلاثة والحمد لله بقى دلوقتي عشان زي ما كبرنا كبرنا في الـ في الايفنتات في 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 كبرنا في المنتجات يعني الحمد لله رب العالمين بقت 15 ست احنا بنعمل حاجات التراث القديم بس بنطور فيه برضو زي البتاوي اللي بنطور فيه برضو البيتزا بنطور فيها بنعمل البيتزا بال هم بيعملوها بالمارجريتا احنا قلنا لا بدل المارجريتا نحط عليها ايه نحط عليها الملوخيه والارانب ونشوف الطعم تراها وهي تتنقل بين اصناف الطعام المختلفه وكانها نحله تستنشق الرحيق لتنتج عسلا طيبا سائغا لكل شارب وطاعم بنعمل البتاو وبنعمل المكرونه الايطالي بالسبانخ وبالبنجر وبالجزر وبالشطه وبساده وبنعمل خمس انواع مكرونه وبنعمل لازانيا وبنعمل كابليتي وبنعمل ايفنتات بره بنعمل اللي هو البيتزا ايفنتات بيتزا وايفنتات اكل بتاعنا ورق العنب والكفته والكبيبه والحاجات دي هو دبس البلح ده من البلح الامهات بنطيبه بنطيبه زي المربى بس بنصفيه بنطيبه حب وبنصفيه بيطلع زي هو العسل منه فيه ما فيش سكر ما فيش اي حاجه خالص حتى برضو لو عملنا المربى بنعمل منتج المربى بنحط بدل السكر بنحط له عسل نحل لم يكتفي طموح ام عبد الله بصناعه البيتزا فقط، ولكن كبر الحلم ليصل الى انشاء مطبخ بلديني حيث صناعه المكرونه الايطاليه باياد ريفيه مصريه. البساطه والاتقان سر النجاح. ولقد استطاعت أم عبد الله أن تكتشف السر بما يسر الله لها من نجاح فكما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه كانت معكم دينا عامر لقناة إقرأ الابتسامه على وجوه الناس مهاره لا يمتلكها الا الفنان وخصوصا لما يكون الفنان بيقدر فنه وحريص على تقديم كل ما يسعد الناس بشكل محترم ولائق في الفقره دي حوار مختلف مصحوب بابتسامه لانه هيكون مع الفنان الكوميدي الجميل عمرو يسري اللي مشرفنا الليله في يسعد مساكم يسعد مساك يا عمرو منورنا اهلا يا ايمان وميرسي على التقديمه الحلوه دي يعني زي اقل حاجه نقدر نقدمك بيها <تصفيق> 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 يسعد مساك يا نجم ومنورنا طبعا في البرنامج واعتقد يعني محتاجين حواديت وحكايات وخصوصا ان التفاصيل موجوده واحنا عارفينها يعني حبيبي يا محفوظ فخليني انا في البدايه كنت محتار ده مع حضرتك منين بس خليني ارجع بيك للذكريات ونتكلم عن عمرو يسري وهو طفل وموضوع لحد ما وصلنا النهارده للنجمه والفنان دي ذكرى قليمة جدا ليه بس؟ <صحيح> <applause> ليه يعني يعني ما اعتقدش انه كوميديان زي حضرتك يطلع منه ذكرى قليمة لا لا ده بالعكس يعني انا يعني من وانا صغير وانا طول عمري عايز امثل تمام يعني الموضوع ده من صغري موجود جواك من جوايا وعلى طول يعني تطلع ايه هطلع ممثل ايه ويمكن هي جينات لان انا خالي الفنان كمال الشناوي رحمه الله عليه رحمه الله عليه علي طبعا فواضح انها جينات كانت جوايا لكن انا مش فاهم وحتى كمان لما كنت اروح ازور خالي ما يعني مثلا ايه يقول لي اشغل لك حاجه من افلامه وبتاع قال له لا لا كان ساعتها الفيديو بالنسبه لنا يعني حاجة كان فيديو اه هو تمام. كان عنده فيديو بقى واحنا ما الفيديو ده نسمع عنه تمام يقول لي انا لسه عامل مسلسل زينب والعرش ااا عم آه... افرجك على مسلسل قال له لا لا شوف له فيلم اجنبي بقى اقعد اتفرج عليه <تصفيق> تمام فكان <applause> يتجنب مني يعني عم. لما كنت اروح ازوره فرحمه الله رحمة عليه رحمة زي ما تقول ايه جينات هي من جوايا حتى كمان لما في, في سنة 88 لما خلصت ثانوية عامة وكده اهوت فرحت قدمت في فنون مسرحية. فنجحت في الاختبار الأولاني والاختبار التنس سقطت فيه. مم. يا لهوي على المناحة اللي عملتها. وعيط وبكى يعني وانا مش كان عندك اصرار اصرار منذ الطفوله ان انت تكمل في التمثيل او تدخل مجال التمثيل يعني عايز اقول لك ان انا كاني حد قتلني حد ذبحني مت خلاص انا انا انتهيت موضوع مهم آه وكنت أنا فاشل دراسيا أصلا تمام و وثلاث سنين ثانوية عامة أيام ما كانت ثانوية عامة فاللي هو فاللي هو إيه دماغي كلها فن مم. عايزة فن فخلاص أنا مش هشتغل حاجة يا حبيبي روح خش معهد ولا خش أي حاجة مم. أنا المعهد اللي أنا كنت عايزه لا خلاص أنا وعياط لا طب... ودايما عمر الأب والأم دايما يعني يعني إيه تمثيل والكلام ده هيدخل يا عم بزارة. بزارة. كلية تانية يقولك يقول لك خلص خلي عندك الموهبه واعمل اللي انت عايزه بعد, بعد كده. كده بس خد الشهاده وخلص تقريبا الاباء والامهات واحد آه. تقريبا كده آه. <applause> كلهم كده يعني كلهم كده ف فكتب... طب طب إيه ادخل لا انا في مصر ما اقدرش اعيش من غير تمثيل وبتاع طب ايه آه... اطلع اسكندريه يعني يعني عارف عشان ما بقاش موجود آه. في يعني مصر انا في مصر يعني انا في القاهره انا في القاهره آه. يعني كده أنا... انت هربت اسكندريه آه، خلاص انا في القاهره يبقى انا لازم امثل تمام. مش في القاهره مش مش هعمل اي حاجه عايش في اسكندريه رحت رحت معهد فني صناعي في كام شيزار في اسكندريه تمام كنت المقرر الفني بتاع المعهد كله برضه مفيش حد فيك يا معهد ما يعرفش عمري يسري تمام وانا لسه ما فيش لسه جديد المعهد ده مع... كان معهد فني صناعي ومعهد فن تجاري وكان خمس ادوار ما فيكي يا حد فيكي في الم... في المبنى كله ما <applause> يعرفش عمرو عمر فكان ليا واحد زميلي من كليه التجارة ده بقى <applause> محترم ابن ناس كليه <applause> انا ما فجابني مره وبالعافيه بقى دخلني الكليه وكده اهوت و... وجاب لي سندوتشين وقعدنا وشربنا وشاي و... <تصفيق> <تصفيق> وقضينا يوم لطيف قلت له بقى ايه تعالى تنورني عندي في المعهد طب انت هتدخلني ازاي اقول لك دخلني ازاي انت بتتكلم في ايه <applause> اقف بس اي حد بتاع الامن قول له عمرو طلع عمر لعمري تمام <applause> بس فوق على الميعاد وجالي اه ما جالي كان وشه محمر ومخدود وبيقول لي انت ايه تمام انت ايه إنت عميد المعهد اه <applause> والله قلت له في ايه يا ابني <applause> قال لي انا وقفت بقول له في زميل ليا كنت عايز ادخله بتاع اللي ممنوع قلت له طب يعني هو هو اسمه عمرو يوسف انت عايز فنان وهادي يا فلان آه. الفنان فين قال له انا شفته في الدور الثالث جميل خده وديه للفنان دي كانت اول شهره ليك بقى يا عمرو يعني ممكن. دي كانت البدايه مش ممكن مم. عقبال ما وصل لي للخامس كان كان الدنيا بتوصله طب عمرو يسري اتعرف بالفنان الكوميدي من الاول ولا اتعرف بالفنان الشامل وبعد كده يعني الناس حاسه أيوة. ان في الكوميديا <applause> اولا الجمله دي لطيفه لسبب انا انا دلوقتي بسميه اني الفنان الشامل المتكامل عمرو يسري بيغني قبل ما بيمثل وعمري يسري بيغني وعمرو يسري بيغني اطفال وكبار <متصفيق> عمرو يسري كرييتيف دايركتور بيعمل افكار الاعلانات وبيعمل مرير. جينجلز بتاعت الاعلانات <متصفيق> وناريشن الصوت والحاجات دي عمرو يسري بيعمل افكار برامج و وحاجات للبرامج التلفزيونيه. عمرو يسري سيناريست الفيلمين سينما. جميل. عمرو يسري بيخرج ساعات اعلانات مم. او بيخرج برامج لما بيعزوه يعني عمرو يسري مش مش بس فنان شامل, آه شامل تراجيدي كوميدي. كده لما قلتي آه. ده بيخرج شامل وبيعمل افكار اعلانات آه. و... وفي كذا حته. اعتقد اللي مخليك آه. واقف على ارض صلبه هو حبك للفن ب... بجميع اشكاله. من البدايه بالفعل مش واعتقد ممكن. من كلامك كان واضح انك قد ايه متمسك بيه. مش ممكن طيب. يعني انا عايز اقول ان انا عملت فرقه مزيج امريكا سنه 89 90 في اسكندريه ولفيت بيها اسكندريه وكنا بنغني وبتاع انا ما اعرفش انا نجحت في المعهد ازاي ما تسالنيش والله العظيم ما اعرف من حبك للماده نفسها رح رح مش لازم المذاكره هي اللي تخليك تنجح ما تسالنيش بقى ما عندنا بالغش مش بالغش آه. <تصفيق> بعد. <تصفيق> ما عندنا الفنان رحمه الله عليه آه علاء ولي الدين رحمه آه الله فنان آه كان فنان رائع ربنا يرحمه يا رب انا كنت من عشاقه تمام اه ايه العلاقه بين عمرو يسري وعلي وليد الدين؟ هي هل إيه؟ الموضوع علاقه شكل ولا ايه بالظبط؟ هو علشان بس مجرد أنه تخين وتعمل, وتعمل على عليه سبوت فقال لك ده خليفه علي وليد الدين، مفيش حد خليفه حد. تمام لما رشدي اباظه مات ومحمود حميده ظهر قالوا محمود حميده هيبقى رشدي اباظه، محمود حميده كان محمود حميده. لما ياسر جلال ظهر قالوا خليفه رشدي اباظه ياسر كمان. جلال هو ياسر جلال كل, كل فنان ليه بصمه ما طبعا. ينفعش ان هو يقلد حد تاني. طبعاً. طيب يا عمرو آه الفنان الكوميدي بيقولوا عليه اصعب انواع الفن يبقى ليه مقومات خاصه ايه المقومات اللي لازم تكون عند الفنان ده آه روحه مم. وبعدين مم. هي هي كمان كاريزما هي كاريزما يعني في في كوميديان كوميديا موقف مم. وفي كوميديان كوميديا فارس موقف اللي فرصية. هي الافشات والالاشات زي بالظبط وانك ازاي تفرش للموضوع ايوه وازاي لما يبقى وشك فلات م. وبتقول الموضوع كانه طبيعي فالناس تضحك زي م. نجيب الرحيم وازاي تبقى حزين م. وعندك مشكله وفي نفس الوقت مطالب انك تضحك الناس ده ده في الشارع كتير قوي انك لازم تكون البسمه على وشك طول ما انت ماشي حتى لو انت هو ايه الاسهل بالنسبه للمشاهدين اللي بيتفرجوا علينا؟ الاسهل اللي انا اضحكهم ولا الاسهل اللي انا بكيهم؟ م. لا ده اسهل جدا بكيهم ان انا بكيهم اسهل بكيكو ده سهل جدا مم. انما صعب ان انا أضحكه مش يعني بيبقى ادوات الفنان آه كل واحد وليه كاريزمته في المنطقه بتاعته تمام ف يعني يعني مثلا انا أك أكتر فارسير بعشقه في مصر سمير غانم مم. مش هيجيبه مش هتجيبه ولاده بيضحكك مش هتجيبه ولاده مم. وحيد سيف مم. وحيد سيف انا مره دخلت <applause> مسرحيه لوحيد سيف الناس كانت بتتفرج عليها وانا بضحك الراجل ما بيقولش حاجه انا مم. بضحك تمام هي <applause> مجرد بقى زي فبص لي قال لي ايه يا عمرو ايه شويه خليني اقول اي حاجه انا عمال اضحك بقى بقى هو سبحان الله علاقتك جارزي. يا عمرو بالاطفال علاقه وطيده جدا يعني اول مره نشوف فنان بيضحك الكبار وبيخرج وبيقول افكار اعلانات وفي نفس الوقت عنده ارتباط جامد جدا بالاطفال جات منين البدايه دي؟ اقول لك جت منين؟ ايه البيبي فيس <applause> البيبي فيس ما عامل لك مشكله ولا ميزه آه لا ميزه من عند ربنا وانا اصلا كنت لسه بتكلم عمرة. مع عمرو آه. قبل ما نطلع الحلقه آه. بقول له انا مش عايزه اكبرك بس بحبك وانا صغيره آه. قال لي لا آه. أنا, انا اصلا كبير آه طبعاً. <applause> على اساس ان هي <applause> عندها 15 سنه حاليا 15 سنه بالظبط 17 عشان ما تكبرهاش طب خلاص عشان خاطرك بس ايوه بالظبط تمام يا نجم علاقتك بالاطفال بص هي هي انا عملتها اثنين في واحد مم. يعني دايما يقولوا لي عمر انت بيبي فيس عمر انت مم. بيبي فيس فالحمد لله رب العالمين يعني الواحد لما يبقى من بره ومن جوه فالواحد بيحمد ربنا على النعمه الناعم اللي ربنا يعني. مديها يعني فانا بغني بس مم. الناس عارفيني ان انا ممثل مم. فكان اول نتيجه قلت طب انا ليه ما الموضوع ده بمعنى الناس لما يشوفوا عمرو يوسف ممثل ويجي يغني يعني يعني محمد رمضان بيغني بس مؤدي جميل. وليس مطرب واخد بالك؟ مم. أنا نفس الحكاية أنا ما بعتبرش نفسي مطرب لكن بعتبر نفسي صوتي حلو جميل مم. فبغني مم. وأنا عضو عامل في نقابة المهن الموسيقية شعبة غناء يعني أنا في اعتراف رسمي طمليها. من النقابة يعني زي ما عضو جميل. عامل في نقابة المهن التمثيلية شعبة التمثيل مم. فأنا عضو عامل في نقابة المهن الموسيقية شعبة غناء فأنا بغني بقالي أكتر من 18 سنة يعني ما من زمان والعضوية لسه واخدها مثلا من أربع سنين أو خمس سنين جميل يعني. فقلت لا انا ابتدي مع الاطفال المس طبعاً. منها ان انا بيبي فيس ومنها ان انا اغني لهم اغنيه اقول لهم انا بغني طب ما مم. تيجي نلمس مع المشاهدين المحترمين مش عايزين نسيب الفرصه دي ونسمع وخصوصا قبل الفاصل اعوذ بالله من كل لا عايزين نسمع حاجه حصري زي ما حضرتك وعدتنا كده قبل ما نطلع الحلقه حاجه ما طلعتش قبل كده هي النقطه اني في الاول كانت ياتي كاميلة وعملت لها فيديو كليب وأحد القنوات انتجت لي الاغنيه وكده اهوت وبعدين قلت طب ما فيش حد بيعمل حفلات غنى للاطفال تمام. فعملت شخصيه انا كريتها اسمها ميرو الهيرو ميرو الهيرو ميرو ميرو الهيرو. الهيرو ده اللي حطيتها زي سوبر تقريبا جميل لدرجه ان انا عملت لها اغنيه مم. وأنا اسمي ميرو طول عمري هيرو مش اي كلام حتى اساله سبايدر عني وكمان سوبرمان، جميل ازاي؟ فميرو الهيرو انا عملت الشخصيه دي ليه؟ دايما احنا بنقتدي وبنحتذي بالامريكان وبالهيروز بتاعهم مم. افنجرز وسوبرمان مان وسبايدر مان وباتمان ودلوقتي اخيرا اكوامان مم. فزي فكل مدى بيفرغوا لنا هيروز صحيح طب تعالى فين هيرو العرب مم. فين هيرو بتاعنا والأطفال بتتعلق بيهم جدا جدا مم. انا نفسي بقعد اتفرج عليهم بعد انا لهم الافلام مخصوص عشان اشوف الثري دايمنشن واشوف الدنيا عامله ازاي والجرافيك بتاعهم عامل ازاي يعني ده سكة تانية خالص صحيح. بس احنا بنتكلم في نقطة ليه احنا الطفل ما يكونش عنده هيرو عربي هيرو كده موجود مصري. دايما يحبه م. يحبه يحب يتفرج عليه يتعمل له افلام يتعمل له سلسلة 3 دي صحيح آه تتعرض في رمضان زي بكار وخلافه فاهمني ازاي ومن هنا جت الفكرة فجت الفكرة ان انا اعمل ميرو الهيرو وعملت حوالي اربع خم... ست اغاني للاطفال تانيين جميل منهم اغنيه لعيد الميلاد منهم اغنيه للمدرسه منهم اغنيه تعليميه اسمها ليسن تو مي ممكن ابقى اغنيها اه نسمع ليسن تو <applause> <applause> طيب بالمناسبه أن نقول ليسن تو مي هي بتقول ايه؟ ليسن تو مي وتعلم اعرف معنى الكلمات Open your mind وافهم give me هات ودنك هات حمار يعني دونكي والقرد يعني مونكي والنمر يعني تايجر ابعد عنه ده خطر والبطه يعني دك والكلب يعني دوج عصفورة يعني برد بتعشش ع الشجر تو مي وتعلم يعرف معنى الكلمات open your mind وافهم give me ودنكات no هو يعني هي هي يعني, يعني هي. شي <applause> نحن يعني <applause> وي وساعات بتكون اوار اب يعني بفادر اخي يعني براذر امي يعني ماذر ودي اجمل من القمر ودي اجمل من القمر لسنتو <applause> الله الله بس يا عمرو انت فكرتني بحاجه دلوقتي المدرسين كلهم <applause> يعني بدات تبقى ترند بينهم <applause> آه. آه. ان هم يستخدموا الموسيقى طبعًا. في حفظ المناهج آه. وده فعلا بيساعد الاطفال والكبار على الحفظ سوري واللي عملها ده سمير غانم في مسلسل ليه واتفرجنا <applause> على المنطقه دي في مسلسل عمله سمير <applause> غانم وكان بيروح له يدخل الاطفال في الحصص ويغني لهم الـ الـ المنهج بال انا بحييك والله عمري جدا اهتمامك بالاطفال وخصوصا ان الفتره دي بالفعل يعني رغم كل الاعمال الفنيه اللي موجوده على الساحه لكن دايما نصيب الاطفال بيكون ضئيل وضعيف جدا جدا علشان كده الاطفال دلوقتي <applause> تلاقي كل واحد عنده ثلاث اربع سنين معتب ومع مع نفسه لكن <applause> لو في حاجه مهتم بيها مش هيلاقي منتج قدامه بس طبعا لازم يعني ترتقي للطفل يعني صحيح. دلوقتي انت لو غنيت للطفل ماما زمان لا هي <applause> عليك يعني... طبعا ماما مين اللي زمانها جاي خلاص <applause> انا اللي جاي انا اللي جاي بنربي في اجيال مختلفه صحيح. <applause> انت لازم تدي له مزيكا صح لازم تديله تدي له كلام مهم يعني يعني انا مثلا عامل اغنيه اسمها الواد المخربش فاكرين اني واد صغير عرفهم انا مين بيقولوا شبر وقطع بيقولوا عالمين ده انا واد مخربش سن عشر سنين مش فاهمين مش واعيين مش عارفين صورتي على الفيس وليا معجبيني على الواتس والتويتر الكل بيلاغيني بنات كتير عاملين لي اد وانا مش فارقه معايا طبعا. مانا انا وجان عامل قلبان والكل بيجري ورايا يلا ايوه ايوه بقى <applause> حبيبي عمرو فانت عمد. لازم جميل تيجي لدماغ الطفل علشان مم. تقدر ترتقي بيه جميل. وفي نفس الوقت تدي له حاجه محترمه والطفل يبقى مبسوط بيها طبعاً. ويتفاعل معاها طبعاً. طبعا طب ايه رايك يا عمرو في اللي بيحصل على الساحه الفنيه اليومين دول وازاي ابقى قاعده آه وابني جنبي ونتفرج على حاجه مثلا بتخش كل البيوت وهم مش محترمين ده لا بص حتى احنا. الكوميديا بقت بشكل الاسهل آه ان احنا نضحك الناس بشكل مش صحيح او غير لائق هقول على حاجه ايمن هي هو هو في تطور في في التقنيه والتكنولوجيا عندنا وده مفروض طبيعي وده طبيعي تمام. يعني زمان المسلسلات كانت دلوقتي كانت مختلفه تماما عن المسلسلات دلوقتي احنا شوف احنا لا ما بغض النظر عن التعليميه م. انا بتكلم كتقنيه وكتكنيك ان جنرال احنا دلوقتي بقينا نعرف نعمل مسلسلات تقيله بنعمل اه صوره حلوه قوي بممثلين رائعين ما يعني ما بنبخلش في الـ في الـ في الـ في الديكورات مم. وفي الاماكن التصوير اتطورنا احنا في كل حتى تكنيك التصوير نفسه اتطورنا فيه اه لو رجعنا في نقطه بقى التقديم بقى مم. احنا بنقدم ايه وازاي هنا اللي لازم نعمل فول ستوب شويه فاهم ازاي بس هرجع واقول لك ان العيب مش في اللي احنا بنقدمه مم. مم. العيب في اللي الجمهور عايزه احنا مم. ما بقاش عندنا ثقافه هي النقطه في عدم وجود الثقافه مم. يعني يعني في ناس كتير قوي ما ما, ما, ما غير مثقفه بالمره انا لو انا لو اقول لك ان كان في ناس ما تعرفش تقول الأدان الادام بيقول أكلمك ايه اكلمك بالصراحه مش حافظين ولا واحد فيكم الثقافه فيك و... عمر اختلفت عن زمان آه. تماما يعني في حاجات كتير ومعايير لابد اللي احنا نراعي مره اخرى يعني عاداتنا وثقافاتنا وثقافتنا ونحافظ عليها باذن الله للاسف يا عمر للاسف الوقت الفقره بتاعتك انتهى بشكل سريع جدا لدرجه آه. ان انا يعني حضر لك أسئل... لسته من الاسئله كده عايزه اعرف اجاباتها م... مش هلحق اعرفها المرة ان شاء الله جاي. يكون لنا لقاء متجدد باذن الله في سعد مساكم ونورتنا والله انا اللي سعيد بيك احنا يعني انا مبسوط ان احنا ما اتكلمناش في... في اللي انا عملته والكلام ده الم... المبسوط ان احنا اتكلمنا في ان جنرال اه يعني يمكن دي اول مره اتكلم فيها في حاجات انا ما اتكلمتش فيها قبل جميل كده. فانا مبسوط بيكم جدا بشكر قناه بشكر قناه إقلية. العاملين كل العاملين في القناه بشكرهم جدا بشكرك يا محفوظ بشكرك حبيبي كلمان. نورتنا يا نجم وفي اعمال فنيه مفروض كنا نتكلم عليها مسلسلات وافلام وحاجات كتير مفروض مفروض كنا نتكلم عليها لكن للاسف دايما زي ما بنقول كعادتنا الوقت, الوقت, الحلو بيمر بسرعه <applause> شرفتنا <applause> الفنان الجميل عمرو يسري مشاهدينا مكملين معاكم في يسعد مساكم لكن زي ما كنا بنتكلم عن اهميه الفن سواء التمثيل او في الغناء او ايا كان في ايضا نوع من الفن اسمه الرسم على الماء يعني ايه الرسم على الماء اكيد هنشوف كل الكلام ده في تقرير الزميلة مروة جمال ونرجع تاني بإذن الله في يسعد مساكم. رقص الألوان مع الماء فن يدوي. تعرفه الكثير من الدول منذ مئات السنين باسم فن الابرو ومؤخرا اصبح يدق ابواب القاهره. الرسم على الميه هو مش فرع قائم بذاته يعني في الفن ولكن هي احد التكنيكات او ادوات اللي الفنان بيستخدمها عشان يجرب لان الفن هو جزء منه التجربه يعني اي ميه بنقدر نرسم على اي ميه بس لازم نزود كثافه الميه نفسها بنحط لها غيره او سمغ او حاجه بحيث ان احنا نزود كثافه الميه وبالحاله دي تقدر الميه تشيل الالوان يتطلب الرسم على الماء استخدام فرش مخصصة يتم صنعها يدويا من ذيول الخيول فضلا عن ألوان أحبار الطباعة وحوض ماء الأتراك لغاية الوقت الأتراك هم أكثر ناس لأن هم يعني عملوه بيزنس بيقدروا يكسبوا منه الوقت يعني لا بيبيعوا ورق مرسوم و... وبيعملوا كورسات في كل العالم و... يعني بيقدروا يسوقوه كويس يعني الميه هو قايم على فكره التنافر بين الزيت والميه الورقه لما بنحطها هي الورقه عندها قابليه امتصاص الميه لكن لو الميه جاء عليها زيت الزيت ما يلزقش على الورقه فهي بنعتمد على ان بنحط الورقه في الميه الاجزاء من الورقه اللي بيوصلها الميه ما بتاخدش لون لكن الاجزاء اللي ما بيوصلهاش الميه ما بتاخد اللون وعشان كده اللون بيبقى طافي على وش الميه فيمنع الميه انها تيجي على الورق في الماضي كان الرسم على الماء يستخدم لكتابة الأحرف وتزيين الجلود ومع مرور السنوات تطور الأمر وبات الفنان يكتب بالماء بمساعدة الصمغ العربي يعتمد على ان ما نحط الورقه في الميه الاجزاء من الورقه اللي بيوصلها الميه ما بتاخدش لون، لكن الاجزاء اللي ما بيوصلهاش الميه ما بتاخد اللون، وعشان كده اللون بيبقى طافي على وش الميه فيمنع الميه انها تيجي على الورقه. فبالتالي نقدر نحصل على طبعه من وش الميه من خلال الورقه وكل ما بنستخدم آآ آآ الوان آآ بدرجات مختلفه كل ما نحصل على تاثيرات مختلفه اهلا بحضراتكم مرة اخرى في يسعد مساكم والنهارده فقرة معانا مختلفة نوعا ما عن فورمات البرنامج، يعني نتكلم عن الساحرة المستديرة وتأثير كرة القدم، قد ايه ممكن النهارده كرة القدم تخليني انا واحد من الناس فرحان او زعلان، لو انت بتشجع النهارده ريال مدريد او برشلونة او ليفربول اكيد حسب الفريق اللي انت بتشجعه لو انت اهلاوي او زملكاوي ايضا كل ما فريقك بيفوز بتكون سعيد فريقك بيكون مهزوم بتكون حزين، لو انت بتشجع الاتحاد مثلا في المملكه العربيه السعوديه او الهلال ايا كان نوع النادي اللي انت بتشجعه واسم النادي ده اكيد بقى اصبح له عامل مؤثر في فرحتك وزعلك في نفس الوقت. علشان كده بنقول ان الرياضه لها دور كبير وعامل كبير جدا، لكن للاسف وبقول للاسف في الفتره الاخيره الرياضه بدانا نحس ان لها تاثير مش ايجابي، تاثير سلبي. في صراعات بين الجماهير في صراعات بين الأندية في صراعات بين بين الأفراد وبعضهم البعض أحسن ما بتكون الرياضة النهاردة هي تهذيب أصبح الموضوع مختلف تماما علشان كده قلنا نناقش الموضوع ونجيب حد متخصص في الإعلام الرياضي وأيضا هو لاعب كرة أيضا معانا النهاردة كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي اللي مشرفنا كابتن عبد الحميد حسن والشهير بكابتن ميد كان الشباب لعب على طول محمد شوقي لم يتأخر شوية شوقي حكم بينلعب ولا أجمل إمبي عبد الحميد حسن واخد مكان يستلم فعلا وتسديده والهدف الاول عصام الحضري متقدم من مرماه وعبد الحميد حسن يلمح عصام متقدم ويلعب الكوره بخبث ومكر وبهاء تسقط من ورا عصام الحضري والهدف الاول لانبي عبد الحميد حسن عبد الحميد حسن ايده يتقدم لانبي بقول لحضراتكم هجوم من اول اهلا بيك يا نجم اهلا بيك يا شرفنا <applause> ربنا يخليك منورنا <applause> يا كابتن عبد الحميد فيسعد مساكم آه وعندنا سؤال عايزين نبدا بيه يمكن يكون مختلف شويه انت منتظر اكلمك في الكوره بس انا عايزه أ... اكيد <applause> لا يعني يعني انا هبدا مش بالكوره الحقيقه انا هبدا بالكوره وانت صغير بالموهبه تمام. اكتشفتها امتى وانت عندك كام سنه نميتها ازاي تمام هو يعني كل ال... معظم الناس عارفه ان انا لعبت كوره انا عندي حوالي 25 سنه آه كنت بلعب بقى عادي في في الشارع مع اصحابي أيوة. في المدرسه يعني في الجامعه مع منتخب الجامعه. يعني اكتشفت 25 سنه؟ مش اكتشفت الموهبه انا كان والدي الله يرحمه كان عايزني اكمل في مجال كده يعني الشرطه وبعد كده نيابة وهربت من كل الحاجات دي الحمد لله علشان الكوره فكنت بلعب بس ما بلعبش ك كاحتراف او طبعًا. كحاجه اساسيه هاوي في حياتي. اه بالظبط آه بلعب طبعًا. مع اصحابي بلعب في أيوة. المدرسه آه الثانوي كليه منتخب جامعه لغايه لما كانت عندي فرصه ان انا اختار فاخترت الكوره. كان باين بقى بينك وبين صحابك الواد ده لعيب الواد ده بيرقص حلو. اه كان جدا <applause> دوره رمضان دوره رمضانيه النهارده بتلعب بقول لك ايه يا ميدو ما تيجي كده ويعم عم فلوس وكل حاجه وتعالى وناخد الدوره الكلام ده كان بيحصل ولا نوعا ما برضه كنت حاسس ان انت زيك زي غيرك لا لا كنت باخد احسن لاعب في الدوره ما شاء الله باخد هداف الدوره واحسن لاعب في منتخب الجامعات والحمد لله يعني طب والنقله بعد كده؟ النقله لما بابا الله يرحمه توفى الله يرحمه فكان انا عندي حريه اختيار مم. وكنت بشوف اللعيبه في الدوري بحس ان انا بلعب احسن تمام وبحس ان انا نفس المستوى في امكانيات اه بالظبط بس فقررت ان انا اخد تجربه ان انا خلاص انا العب كوره والحمد لله لعبت بقى في في العريش كان شغلي هناك في اليونايتد نيشن تمام لعبت في نادي اسمه الهلال اتشرفت بهم جدا والنجم سنة في الهلال والنجم الهلال والنجم برافو عليك سينا 20 سنه برافو عليك ده انا ده, ده تعتبر بلدي الثاني بعد المنصوره يعني ده لازم يعني المنصوره والعريش زي طبعا طبعا يا آه كابتن على فكره انا انا عرفت اسمك قبل حتى ما تروح النادي الاهلي كان زميلي اسمه احمد عبد الرحمن يقول لي في حد لعيب حد واستاذ كوره احنا بنروح مثلا لاعب كهربا الاسماعيليه هو يروح نازل طك 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 في خلال ربع ساعه ولا نص ساعه جايب اربع خمس اهداف كده كان كل الكلام على عبد الحميد حسن كان كالموضوع... حضرتك ما تروح الموضوع بالنسبه لي حلو جدا مم. ان انا اخترت تجربه ان انا قلت صممت ان انا اكمل فيها وبعدين بدات من نادي درجه تانية مم. صعدت معاهم درجه اولى وبعد كده جالي بقى فرصه ان انا اروح الاسماعيلي الاسماعيلي رحت ولعبنا كانت اختبارات برازيل مصر اه كان اختبارات كان حد قال لي تعالى انت ازاي بتلعب انت لازم تلعب في دوري ممتاز بس احنا بنعمل فرقه زي اختبارات كده قدام فريق نادي الاسماعيلي ماتش ده يعني تمام فجبت ثلاث اجوان في الماتش ده ويوميها الجماهير انت عارف جماهير الاسماعيليه بتروح لهم اي حاجه طبعا طبع الجماهير مسكوني وطلعوني فوق وبتاع ولازم نمضي وكابتن علي ابو قريشه كان فيلم كده الحمد لله تمام وبعد كده جه اداره ثانيه اداره فنيه ثانيه فقالوا لا احنا مش عايزين لعيبه جديده فقلت هكمل خلاص مم. لعبت بقى في سنه ثاني ورحت ام بي وام بي على بترول اسيوط بترول اسيوط على الاهلي طيب لحظه طيب. اكتشاف مانويل جوزي لموهبه آه حضرتك كابتن و... ميدو اه كابتن ميدو طبعا وعايزك خلاص ان انت يضمك لصفوف القلعه الحمراء احساسك في اللحظه دي احساس طبعا بلعب كوره وانا متاخر 26 مم. سنه فما كانش في دماغي اهلي وزمالك خالص خالص مم. انا كنت اللي كان نفسي اعمله ان انا العب بس في دوري مم. وان انا تبقى الموهبه فعلا حقيقيه بقى يبقى على ارض الواقع مم. فلما كلمني مستر مانويل جوزيه كان الموضوع بالنسبه لي انا قلت اكيد هو يعني بيجا مني في ماتش لانه كلمني بعد بطول الاسيوط طيب لما تفتكر الجون اللي في الماتش اللي فلافيو بدا يظهر فيه فلافيو في أيوة. وجاب فيه جوان تمام فكلمني هو قال لي بعد الماتش قال لي انت اعمل حسابك تبقى معانا في شهر واحد فقلت هو بيجا مني عشان اعمل ماتش كويس وكده فلقيته فعلا بيكلمني في شهر واحد بيقول لي يلا تعالى عشان تمضي واحنا خلصنا خلاص مع النادي وكده كان عندك كام سنه كابتن ميلي؟ كان عندي 35 ما شاء الله. تعرف انت عارف السؤال ده ليه تحديدا؟ <applause> عشان كل <applause> حد بيتفرج علينا النهارده انه بيشعر ان لو بيتمنى حاجه وان هو كبر في السن والموضوع انتهى والموضوع بقى صعب عليه كابتن ميدو لا كابتن ميدو النهارده بدا يلعب في النادي الاهلي وهو عنده 35 سنه بالزبط. يعني اصلا في لعيبه بتعتزل هم عندهم 25 سنه بالزبط. بيحصل احيانا مع بعض اللعيبه ويكونوا نجوم بس نتيجه عدم الاهتمام فدي رساله حلوه جدا انا كابتن ميدو حضرتك بتوجهها لكل الشباب والناس اللي بيتفرجوا علينا هو انا بالنسبه لي الحياه كلها تحديات انا بالنسبه لي انا في اي شغل بشتغله الحياه اي حاجه بالنسبه لي تحدي يا اما تثبت نفسك يا اما تقول شكرا جميل صحيح. يعني انا كنت للاسف للاسف يعني هو كلام امريكي كنت قريته على تيشيرتات حد كده من امريكا مم. جو هارد هوم. انا من ساعه ما قريت الجمله دي مم. مؤثره فعلا يا اما تشتغل كويس قوي يا اما تقعد في البيت يا تقعد في بيتك بالظبط كده فهي الحياه بالنسبه لي تحدي اول ما بدات ان انا العب انا منك يا كابتن ميدو مم. بس انا عايز اعرف يعني يمكن كابتن ميدو ما لعبش كوره وهو صغير واكتشف موهبته وهو كبير شويه وبدأ ان هو يمشي في طريقه بس دلوقتي في اطفال كتير قوي آه كل ابائهم وامهاتهم شايفينهم محمد صلاح المستقبل ودول للأسف. اللي هيحترفوا مم. وشايفين فيهم الموهبه حتى لو ما فهمش الموهبه للاسف يعني ابني هيلعب كوره يعني هيلعب كوره امتى احدد ان الطفل ده عنده موهبه او ناخده في لعبه تانية مش كل اللعب كره قدم يعني ازاي احدد ده وازاي اساعد الامهات والابهات دلوقتي المتفرج علينا ان هم يكتشفوا في ابنهم الموهبه دي هو سؤال حلو جدا جدا موضوع الاكاديميات ده معظمه وهمي مم. ان الابهات والامهات مصممين ان هم يلعبوا ولادهم كوره فبيروحوا الاكاديميات بيروحوا طبعا نادي فالنادي بيقول لهم لا مش هينفع مم. لازم يبقى في مواجهه ولازم يبقى في صراحه مم. انا لما كنت ماسك في قطاعات الناشئين كان يجي لي ولي الامر يقول لي ابني وابني وميسي وبتاعه وشايفينه فاقول له مش هينفع مش هينفع بس خلي بالك مش هينفع دي انت مسؤول عنها قدام ربنا لان أيوه. الولد ممكن يبقى كويس قوي وانت مش شايفه يبقى لازم انت لما تقول تبقى انت فعلا متاكد بنسبه مليون في الميه ان كلامك صح صحيح وده موضوع بقى صعب قوي محمد صلاح شخصيا يعني هو رفضه نادي ما وبعد كده نادي الزمالك يعني اه نادي الزمالك رفض محمد صلاح <applause> وبعد, وبعد كده محمد صلاح عشان محفوظ نجوم نادي انا قلت برضه بس هو اللي نفسه خلاص حسن حظه يعني طالما انت بتجيب حسن <applause> حظه ان هو طلع احترف اه طالما انت بتجيب رجل محفوظ على وكده واحنا بنسجل مع بعض خليني اسالك سؤال اتفضل هو حضرتك قبل ما مانيوال جوزيف 2007 ضمك للنادي على فكره كل الناس عارفه انا كنت زملكاوي كنت كوي. كل الناس عارفه ان انا كنت زملكاوي. لك كنت زملكاوي <applause> عشان كنت فاهم حاجات كتير غلط. تمام. كنت فاهم ان الاهلي بياخد الدوري بالحكام، كنت فاهم ان الاهلي بياخد بطولاته يعني حب. لكن لما رحت النادي الاهلي لقيت الموضوع مختلف تماما ودي تمام. حقيقه. دي حقيقه فعلا كل ما بتروح مكان كل ما بتتعلم منه، كل يوم بتتعلم ان انت لازم تعرف وتعرف بعينيك وتسمع بودانك، ما ترميش ودانك لحد تسمع منه. او حد يقول لك ده انا شفته وعملت وفلان تصدق طيب لازم فعلا كابتن ميدو على المستوى الرياضي كلاعب كرة في النادي الاهلي وتاريخه ومشواره طب ما ننقل على كابتن ميدو الاعلامي مم. اللي اصبح النهارده بيطرح ملفات على الهواء المشاهدين وبيتكلم في قضايا رياضيه جميل. اول حاجه عايزين نعرف محمد هو ج... جميل جدا احنا هننقل على كابتن ميدو الاعلامي بس انت قلت لي في اول حاجه بس في مساله الطفل دي عشان تهم ناس كتير ان اول خطوه ان احنا نبقى معاهم صراحه لازم تمام تاني خطوة يعني لا إيه؟ لازم هم اولياء الامور يروحوا الاندية مم. يروحوا الاندية يعرفوا مستوى أولادهم الحقيقي في الاندية تمام مش يروحوا الاكاديميات لان الاكاديميات يا محفوظ انت عارف بياخدوا عايزين فلوس فيقولوا لا ابنك سيبهولي بس يبتز. شوية اه ويبدا بقى يبتزوا انا بقولش كل الاكاديميات بقول معظم الاكاديميات اقول لك على تجربة شخصية صح. حد قال لي ان نادي المقاولين عامل اختبارات للناشئين وعمر ابني يعني كان 8 سنين مم. فعمر راح فبصراحة انا شفت لعيبة اولاد في سنه مهارات, مهارات ابداع مقارنة بعمر في السن ده هم افضل بكتير من عمر فانا بوست ابني وممتاز وبرافو عليك مش عارف ايه ونبقى نرجع تاني كان ممكن اكلم حد عليه بس الموهبه بتفرض نفسها لازم مفيش حاجه اسمها واسطه خصوص بالظبط بعد كده بدا عمر في الاكاديميه يتطور بدا عنده اللي حضرتك بتتكلم فيه اللي هو التحدي بينه وبين نفسه بدات الناس هي اللي تقول ان شاء الله خامه كويسه وبيشابوه نوعا باحمد فتحي فده في حد ذاته على رايك لو الموهبه موجوده والله هيشتغل ويمشي يعني كابتن ميدو معلش ما كانش والده مثلا اللي هو كابتن خطيب مثلا ايام بالظبط طيب ولا بس اي حاجه ورغم سعلي. ذلك حضرتك فرضت نفسك هل كلامك ده محفوظ معناه ان الموهبه دي ما يعوضهاش التدريب يعني مش ممكن ابني ده يتدرب بقول لك الكلمه الكلمه لازم تكوني بتتكلمي وانت متاكده هل الولد ده ينفع يكمل كوره ولا ما ينفعش يكمل كوره لان الاولياء الامور بيروحوا لاولادهم الاهلي بيروحوا الامبي بيروحوا المقاولين احسن قطاعات ناشئين فالولاد مم. مش هينفع اودي ابنك طبعاً. في نادي الاول صغير قال لك الولد كويس ابدا وديه نادي اكبر قال لك كويس مم. ابدا نوديه نادي اكبر صحيح. لغايه لما النادي يقول لك اذا كان هينفع ولا مش هينفع وخليه بقى في مستواه ويطور مستواه نروح لكابتن صحيح. ميدو الاعلام الرياضي ورايك فيما يحدث في الساحه المصريه وخصوصا في مجال الرياضه رايك يا كابتن لا ما انت قول لي رايي من اي اتجاه رايي اللي انا دلوقتي بيت اتفرج <applause> على اي توك شو رياضي تمام انا مش هجيب رجلك ولا حاجه يعني اي توك شو رياضي بقى عمليه الانتمات والله بتفرج على قناه النادي الاهلي او اي حد مشجع للنادي الاهلي هو النادي الاهلي الفريق الاوحد اتفرج <applause> <applause> على ناس منتمين لنادي الزمالك والله هو نادي الزمالك الناس الاوحد ده حق مشروع فولاء الاثنين ولكن حق مشروع صحيح في حدود لكن احيانا بلاقي الساحه الرياضيه في مصر في النهارده تشابك في حاجات كتيره جدا ملهاش اي علاقه بكلمه الرياضه لا من بعيد ولا من قريب كابتن ميدو. خلاص اتفرج على قناه الاهلي بس. <applause> لا صحيح عايز اعرف رايك مش هتلاقي الكلام ده عايز اعرف رايك. بص انا دايما بقول كل واحد عنصري 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 للحاجه اللي بيحبها لكن في حدود وبشروط. ان انت ما تخرجش بره اللياقه العامه ان انت في حد بيتفرج عليك حد بيسمعك انت قدوه م. اي واحد معاه مايك او اي واحد بيطلع يتكلم في اي برنامج هو قدوه وهيتسأل عن كل كلمه بيقولها م. وكل كلمه بيقولها انتوا عارفين الشعب المصري طيب جدا طبعا كل, بيصدق. كل كلمه بيقولها بيصدقها م. وخلاص وبيسمعوها خلاص بالنسبه م. لهم انت عارف الثقافه عندنا بنتكلم بصراحه جدا الثقافه مش الثقافه العاليه او ان م. انا اروح ادور ولا كلامك م. فكل واحد لازم يبقى ملتزم بكلامه لازم يبقى عنده مصداقيه لكن مم. انت عنصري لناديك و... و... وحبه زي ما انت عايز مم. لكن مش على حساب ان انت تورط حد صحيح مم. او تطلع ناديك مظلوم عشان حاجه معينه صحيح. او تورط اشخاص عشان تداري على اخطائك مم. مم. الكلام ده كله مرفوض تماما واحنا في نادي الاهلي بصراحه او انا في نادي الاهلي يعني شفت الكلام ده على ارض الواقع احنا مم. مم. لازم اي حاجه بنقولها بنكون متاكدين منها في مليون في الميه حتى لما بيجي عند عندنا حد بيتكلم في السوشيال ميديا بيتكلم مقارنات بيننا وبين الاهلي بيننا وبين الزمالك بيننا وبين الاتحاد بيننا وبين المقاولين اي نادي اسماعيلي لازم اشوف الورق بعنايه اللي بيتكلم منه طبعًا. عشان ما اطلعش اقول اي احصائيات وهي ممكن تكون غلط <applause> زي ما بيحصل في اي مكان طيب. فاي راي يبقى مؤثر في, ال... في الناس بطريقه غريبه جدا واكيد انتوا عارفين أكيد. أكيد. المصريين بالذات بالزبط. شعب بياخد المعلومه اللي بتجيله وبيصدقها بقلبه بالزبط. طيب بمناسبه طيب الاراء بقى احنا عايزين رايك في حاجه كمان أوهي. مصر ازاي تقدر تنافس الدول اللي بتلعب كره قدم بشكل محترف قوي يعني البرازيل وازاي نبقى في نفس المكانه والصورة دي سؤال كبير موضوع كبير قوي سؤال كبير جدا 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 لا ما انت ما... ما... عشان في الكورة فطرحت سؤال يعني سؤال وهسكت بقى خلاص طرحت اسئلة إيه؟ حلوة آه جدا موضوع <applause> الولاد دي كان سؤال حلو جدا وموضوع <applause> موضوع كبير قوي قوي اولا انت لازم تهدي كل حاجة وتبدأ من جديد اهد وابدا من جديد تهدي. يعني ما ينفعش اكمل آه. على اللي بنال ما ينفعش ما ينفعش تبني على اساسات معدومة عشان بتبص للعالمية الاساسات عندنا معدومة للاسف <applause> فلازم عشان تبني لازم بقى على اساسيات كويسه مم. فتدي تمام. كل ده وتبداي تقولي بسم الله الرحمن الرحيم مم. من اول وجديد ايه الاساسيات؟ موضوع صعب جدا يعني يعني معلش ما مع انا مش عايز اعدي السؤال كده مرور الكرام انا عايز اعرف برضو ايه الاساسيات اللي احنا ممكن نحطها؟ حاجات كتير قوي يا محمود مثال يعني طبعا يعني نقعد كتير أوه. يعني لازم يبقى في عداله في كل حاجه عداله في كل حاجه للانديه من اول انديه الدرجه الرابعه لغايه الدوري الممتاز مم. لازم يكون كل حاجه واضحه مم. كل حاجه صريحه تنسيق وتنظيم و... وف... التنظيم ده موضوع كبير جدا طبعا لازم التنظيم عندنا... خطة. لازم عندنا انا بحس ان ناقصنا تنظيم لازم عندنا عندنا تارجت الاحتراف عندنا تارجت صحيح احنا ما عندناش تارجت في اي حاجه في مشكله في التدريب كمان طيب. كل حاجه احنا عندنا كل حاجه خلينا كابتن ميدو احنا... بصي انا مش عشان منتمي النادي الاهلي والله العظيم خالص خالص بس اقرب ما يكون للاحترافيه هو النادي الاهلي طيب. ما احترمنا طبعا لكل الانديه احترمنا للجميع احترمنا للجميع يا على نادي عشان على فكرة ايضا بتتفرجوا على فكره انا معاك انا معاك انا بتكلم مصرح. انت عارف انا ما انساش انا كنت في قناه ثانيه وحضرتك <applause> عرضت لي فيديو على قناه النادي الاهلي وكان فيديو لاستاذ عمرو اديب في نفس الوقت يعني اه بالظبط انت مم. روحك و... كنا بنتكلم على رضي. الاخلاق الرياضيه واهميه الاخلاق في حياتنا لازم حبيبي لازم طيب خلينا كابتن ميدو احنا باذن الله خلاص داخلين على مرحله صيف جاي وبنتكلم على امم افريقيا 2019 اللي مصر باذن الله هتنظمها شايف رؤيتك التنظيم وشايف منتخب مصر وضعه فين وباذن الله ممكن نوصل لايه في البطوله يعني احنا نقدر نعمل اي حاجه يعني معروف الشعب المصري ممكن يعمل اي حاجه و... فيك روح بالتاريخ حاجة. لا مش بقى حد يعني بتكلم بتواريخ قبل كده الشعب المصري عمل حاجات كتير جدا م. كان مستحيل حد يفكر فيها وعملها لما يكون عايز فاحنا ممكن نعمل اي حاجه بس لازم يبقى في نظام يعني لازم يبقى في نظام ولازم يبقى في بوادر امل مم. يعني استاد برج العرب الماتش الاهلي والزمالك المفروض كلها نظهر بالضبط يعني احنا لو كنا قعدنا اتفقنا ان احنا نطلع شكلنا وحش مم. ازاي ما كانش هيبقى بالظبط كده مم. كان عندنا حلول كتير جدا فلازم يبقى في نظام لازم يبقى في سرعه مم. كمان ولازم يبقى فيه تارجت الهدف الهدف ست. انا عندي لازم. شهرين ثلاثه لازم اوصل في كل اسبوع على كذا وخطوات لازم. وخطه بالظبط حضرتك بتقول لازم انت يعني لازم دي لما يكون لسه يعني ان شاء الله في تارجت قدام وهيكون في بلان خطه عندنا لكن احنا خلاص يعني أنا أي أيام معدوده زي ما بيقولوا انا شايف لازم. على ارض الواقع ان في النهارده بعض الاستعدادات زي مثلا تجهيز ساد القاهره على سبيل المثال في بعض الانديه اللي هتستضيف بعض المباريات شايف على ارض الواقع ان وصلنا لمرحله نوعا ما مبشره ولا لسه نوعا ما محتاجين؟ شوف لا احنا وصلنا وصلنا وان شاء الله هيجي يوم الافتتاح هتلاقي الدنيا كلها تمام لان يارب. لان الموضوع برعايه رئيس الجمهوريه يعني الموضوع ان هو هنعمل فهنعمل تمام فنفسي نمشي نمشي كده على طول يا ايمان قولي لي بتحبي مين او مسلك على مين في الرياضيين لو بتشجعي او بتفكري تقولي مثلا هتكلمي في الكوره بتحبي مين من لعبة الكوره مثلا انا هعمل زي الشعب الطيب الكابتن ميدو لسه بيقول عليه أه. زي شعب مصر كله مثلا شايف محمد صلاح نموذج مشرفنا تمام. فخر العرب زي ما احنا قلنا مره صحيح. في خبر أه. من الاخبار آه، كابتن احمد ميدو مثلا اداني انا شخصيا رساله هطلع بيها من الحلقه دي لو جو هارد اور جو هوم يعني انا بحب النماذج الك... اللي بتشتغل بالشكل ده اللي عندها هدف بس انا عايزه اسال حضرتك على سؤال بقى آه دايما لعيب الكوره بيبقى في حته حساسه كده في مساله آه التحلي بالاخلاق الكريمه يعني بلاقي لعيب الكوره آه دايما معرض للاشاعات أوكي. لسمعة معينة إزاي يتجنب ده ويتحلى بالأخلاق الكريمة وما هي الأخلاق اللي المفروض دائما يلتزم بها هو لعيب الكرة في العموم في العموم ملتزم مم. اللعيبة طبيعي. في العموم ملتزمين مم. في العموم ده المفروض الطبيعي بالظبط كده بالظبط لأن أنت يا إما تلتزم يا إما مش هتنفع في الكرة إنت عارف ونماذج كتير شفناها نعم. الكرة لازم يبقى فيها ملتزم لأن الكرة فيها نسبة توفيق كبيرة جدا جدا مم. بالنسبة للإنسان المؤمن بحاجة مم. خلي بالك لأن في لعيبه في مصر يقول لك طب ما بره بيعملوا كل حاجه وبيكسبوا واللعيبه بتكسب وبيجيبوا جوان وبيجيبوا جوان كمان غريبه لان هم اساسا يعني مش عايز ادخل في موضوع العقائد طبعا م. في حد ما عندوش عقيده فبيمشي باللي هو مارادونا لكن احنا عندنا عقيده عارفين ان احنا لما نلتزم ربنا هيكرمنا مارادونا كان ربنا احسن في العالم ورغم ذلك او العكس بس انت مش المخدرات مارادونا قلل من شعبيته كتير حاجات كتير قوي بس انت مش معايا ان لاعب الكوره في اشاعات تطلع عليه بالزيادة سمعته بتبقى حساسه اكتر يمكن اكتر من الفنانين تعالي ناخد محمد صلاح نموذج محمد صلاح كان ماشي الدنيا زي ما المصريين شايفينه محمد صلاح لما احترف والدنيا بقت اتغيرت معاه خالص وبقى لعيب دلوقتي بتتكلمي على ميسي كريستيانو ومحمد صلاح حطيت في, في, في حته كان بعيد عن حلم اي حد اساسا فمحمد صلاح بدات تدير له شركات الفيسبوك بتاعه صحيح. التويتر بتاعه مؤسفة. الصور بتاعته مم. مش مم. اي حاجه كده وخلاص خالص مم. يعني طبعًا. محمد صلاح لما يتصور مع واحده مثلا بيبقى في حد عارف ان هو يتصور وحد ينزل له الصوره هيتارجت ده فبالظبط فمش معنى كده ان هو مش ملتزم مم. معنى كده ان هو عايش حياه ثانيه خالص في مسج او رساله عايز يوصلها بالظبط كده تمام طيب, طيب. فالموضوع بيختلف كابتن لكن عبد طبعا حسن بيبقى جاي من الشخص كابتن عبد الحميد حسن ميدو وعندنا ايضا كابتن احمد حسام ميدو مين اللي اختار لك اسم ميدو كابتن؟ هو ميدو علشان لو جيت في الماتش تناديني بعد الحميد ممكن الكره تقطع و تدخل فيها اساسا يعني انا ان ده اسهل فعلا ميدو آه. سهل آه. ميدو ميدو سهل مم. تمام طيب <تصفيق> 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 إيمان سأل سؤال حلو جداً قل الإشاعات وما الإشاعات والكلام ده أنت بقى كلاعب النهاردة ممكن تكون غير موفق النهاردة أو ممكن تكون عامل ماتش واو وحاسس بال... بأنك كنت موجود ورغم ذلك ممكن تلاقي صحيفة النهاردة كاتبه منشط على على ميدو وعبد الحميد حسن ممكن يوترك ويزعلك كان ردود فعلك إيه لما بتلاقي إشاعة طالعة عليك غلط أو ملاش علاقة بالواقع؟ انا عن نفسي ما كانش بيمثل لي اي حاجه راي اي حد مع احترامي لكل الاراء مفيش ازعاج تمسك الموبايل تكلم صحفيين كله ده غلط لا لا وليه لا لا كده و... لا 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 خالص انت كده طلعت نفسك بره بره تركيزك وبره شغلك اه انت اي حد عايز ينجح بتساعده شخصيته م. في جزء كبير قوي من نجاح الشخصيه بتاعتك اللي انت عارف نفسك ايه وهتوصل ازاي وليك خطوات 1 2 3 4 5 اسمع كل الاراء لكن ما تاثرش باي حد خالص <تصفيق> <تصفيق> ولو أنت تأثرت أكيد هتتأثر برأي إيجابي مش رأي سلبي والرأي <applause> السلبي أنت بترد عليه بعد كده لما أنت بتنجح هو بيرد يقول لا والله ده أنا كنت غلطان لكن لو قعدت رميت ودانك خصوصا كمان الكورة اه لازم تركز بس. في انت بتعمله آه. طب كابتن عبد الحميد انا عايزه ارجع تاني لمساله معلش الاطفال يمكن المساله دي تت يعني تهمنا شخصين شخصيا وتهم يعني ناس كتير كتير يعني حمزه ربنا يبارك آه. فيه ويخليه ما انا اقول لها بعد البرنامج انا بس والله لا الفكره مش في كده مش في حمزه او في مثلا تاني في اهتمامك باولادنا فعلا اه بالظبط بس هو دايما دايما مثلا الناس حتى لو لقت في اولادها موهبه بتخاف جدا على مستواهم الدراسي انا عايزه اخد رايك برده او اعرف منك هل لو الولد ده موهوب فعلا بقى وجالك مثلا اكاديميه وانت قلت يعني بصمت بالعشره ان الولد ده هيطلع لعيب كوره ممتاز يهمل في دراسته ويركز في الكوره <applause> طب ازاي هيوافق بين الاثنين بيتعمل لأني... معسكرات بالاسابيع والتدريبات بتبقى يوميه ازاي نقدر نعمل ده خلي بالك جزء من الفشل الكروي او الفشل الرادي اللي احنا فيه ده بسبب قله الثقافه عموما قله الثقافه يعني معظم مع احترامنا كل اللعيبه طبعا وكل الراديين معظم الراديين مش متعلمين تعليم عالي وده بيفرق كتير جدا خلي بالك بيفرق كتير قوي 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 في تكوين الشخصيه في التعامل مع المدرب في التعامل مع السوشيال ميديا في التعامل مع الجمهور م يعني في مدرب يجي يكلم لعيب تلاقيه رد رد ايه ده مين ده المدرب اساسا يستغرب فيستبعده ويقعده ويخصم له فلوس نماذج كتير ويكونوا نجوم كابتن في نفس الوقت بالظبط فالشخصيه الدراسيه والشخصيه م. الثقافيه بتساعد في النجاح م. لكن يا ريت اولياء الامور بيتكلموا زي ما حضرتك بتتكلمي كده اولياء الامور يقول لك خدوا لاعبوا كوره مش مهم الدراسة دي لا خالص في ناس اقليات دلوقتي ده يمكن ده, ده الكنز علي بابا بقى انت اللي جاي قدام يا ايمان كلامك مظبوط ان الجيل القديم تحديدا م. ان ناس كتير كان ممكن يوصلوا الأندية وانديه قمه كمان لعبوا فيها لكن نتيجه الدراسه الاب والام لا ولازم أنا نركز في دراستنا ده زمان انا كنت كده نعم مش طيب. دلوقتي يمكن أنا, انا سالت سؤال لايمان واتخطفت بسرعه لما قلت لها انت مين مثلك الاعلى في, ال... في الرياضه انا قلت لك انا, أنا, أنا زي كل المصريين يمكن السؤال ده عشان اوجه نفس السؤال لكابتن ميدو مين النهارده مثلك الاعلى في كره القدم تحديداً؟ والله اقول لك ايه انا م... تصدق انا ما كانش ليا حد في الكوره مين؟ ما كانش ليا حد في الكوره ما فيش حد معين؟ انا كنت بحب اتفرج على مارادونا مارادونا اه, آه، مارادونا ك... طبعا احنا بنتكلم كلاعب يعني مش ك... مش كشخص آه، كنت بحب اتفرج على طارق ابو زيد بيبو طبعا مارادونا النيل اه بيبو بيبو موضوع تاني بقى خالص اه موضوع ده تاني ده اسطوره لوحده اه بالظبط آه، كنت احب اتفرج على تريكا مع اني كنت بلعب معاه ساحر تستمتع بلعبه في التمرين كمان مم. يعني كده لكن كان حد بعينه لا ما كانش في حد كانش يعني. في حد معين خالص دلوقتي طبعا ميسي تمام مش كريستيانو زي مثلا لا 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 خالص 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 يعني <applause> ميسي, ميسي, <applause> ميسي موضوع مختلف انا بأ انا بأ انا حبيبة بشجع كابتن. الحاجه الجميله حبيبي يا كابتن احنا لكن كريستيانو طبعا للاسف مخرجنا المحترم بيقول ان وقتنا عدى بسرعه جدا والله القعده معاك يعني, يعني قولي بس اكيد محتاجين قعده ثانيه ان شاء الله وده يكون وعد منك ان شاء الله لا لا, لك لا لك. بتشرف بيكم جدا بيكم شكرا كابتن عبد الحميد حسن نورتنا في سعد مساكم وحضرتك فعلا نعمه القدوه يعني ووجهت لنا كلنا رساله جميله من خلال الحلقه وان شاء الله يكون لنا لق لقاءات تانية باذن إن الله. الله ان شاء الله باذن الله وبنشكركم مشاهدينا مشاهدين يسعد مساكم وبفكركم ما تنسوش تعليقاتكم وارائكم على صفحات السوشيال ميديا الخاصه بالبرنامج وصفحه اقرا العامه وهاشتاج يسعد مساكم والى اللقاء في حلقه جديده